عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يختلج يطرد ويجتذب، فالبدعة مانعة من الحوض.